كابتن هشام، مبروك النهارده الفوز النادي الاهلي، وفوز تقيل ونتيجه تقيله في بدايه المشوار. صح. يعني يمكن النادي الاهلي في الفترات الاخيره عودنا انه بيبتدي قبل دوري المجموعات او في دوري المجموعات ما بيعملش نتائج مريحه شويه، وبعد كده بيعلى مع الوقت. النهارده رغم ان البدايه اول ربع ساعه كانت او اول 13 دقيقه كانت عاديه، لكن في دقيقتين خلص اللقاء. شايف الماتش طيب. ازاي؟ اول حاجه مبروك طبعا، ببارك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه طبعا والفريق وكولر والاداره. فوز مهم جدا، وده بيوريك ان الاهلي دايما بيحطم الارقام، كل الارقام القياسيه مع النادي الاهلي، سواء في افريقيا سواء في الدوري سواء في اي بطوله الاهلي بيتواجد فيها او بيشارك فيها فبيحطم الارقام. الاهلي النهارده كولر قسم المباراه لاجزاء وهنشوفها وهنحللها مع بعض، لان انت فعلا زي ما انت قلت يمكن اول 12 دقيقة ما كانش فيه تواجد بالمعنى الاستحواذ على الكورة، انك تبقى متواجد ماسك الكورة بتضيع فرص. الاهلي تواجد بالضغط الامامي على الخصم وساعده عن كده ان خد اربع ركنيات وكورتين ثابتتين احرز منهم اول هدف. فمن هنا الاهلي تواجد ورجع فريق جورماهيا لنص ملعبه. يمكن البداية كانت مع جورماهيا اللي هو استحواذ وبيطلع بالكرة وبيلعب شورت باسز ولقى نفسه بشكل مميز جدا جدا، لكن الأهلي هو اللي ضغط، هو اللي استحوذ في الجزئية ديت يعني، وبعد كده قدر من هنا بالكرات الثابتة ومن الكورنرز ان هو يعرف يسجل أهداف.